من هنا مروا وبقت آثار جرائمهم بحق المستقبل اليمني، المستقبل المفخخ بالألغام والجهل والفقر. تسللوا الحوتاء من داخل النخيل إلى المدرسة حتى الجاح، وقاموا بتفجيرها، لم يريدوا نحن نتعلم، الله أن يدمرهم ويسحقهم كما سحقوا المدرسة. الكتب المدرسية المرمية على الجدران المهدمة شاهدة على واحدة من جرائم ميليشيا الحوثي التي قامت بتفجير مدرسة 22 مايو بمنطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه بالحديدة. وفق وكالة وام، فإن ميليشيا الحوثي استخدمت الألغام لتدمير هذه المدرسة، وهو ما يعني حرمان أطفال هذه المنطقة من التعليم. وهذا حبل التفجير البطيء، وهذا حبل التفجير السريع، وهذا المشرط، وهذه أحد الجعب المسروقة والمنهوبة من معسكرات الجيش، وقام بتدمير العلم. إن هذه العصابة تريد لنا أن نعود إلى ما قبل 26 سبتمبر، إلى تحت وصايتها وتحت أقدامها فبعيداً عليها. تستخدم ميليشيا الحوثي الألغام لتفجير المنشآت المدنية ومنها المدارس، ويأتي تفجير مدرسة 22 مايو كنموذج لسياسة الأرض المحروقة التي تستهدف كل ما له علاقة بالدولة والجمهورية. تكمن عقدة الحوثي وفق تربويين من التعليم الوطني، وقد قام بتفجير المدارس وتسبب بحرمان المعلمين من رواتبهم، وبسبب انقلابه أضحت أكثر من 3000 مدرسة خارج تغطية التعليم نتيجة الدمار الكلي والجزئي بحسب مركز الدراسات والإعلام التربوي. آلاف الأطفال أضحوا خارج المدارس نازحين ومعدمين، وآخرون لا يجدون أماكن للدراسة، بينما جندت ميليشيا الحوثي البعض منهم كمقاتلين في صفوفها، وتحول الطلاب في عهدها إلى قتلة أو مقتولين.